اللحظة دي عايزة تركيز في العين. شوف بيقولوا لا 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 ما اقدرش اعمل كده، لا ما اقدرش، لا لا انا ما اقدرش. مش عارف مين الشحات اللي جنبه ده، يمكن واحد جابه من الشارع يدربه. دلوقتي ضرب جامد وعجبتني. واو انا اسف انا اسف. صفو النية صفو النية يا جدعان، صفو النية صفو النية صفو النية صفو النية. خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. النهاردة معايا ليكوا لعبة مميزة لسه مكتشفها متأخرا. لسه مكتشفها مؤخرا. رسالة مهمة لكل معجبين الفنون القتالية وبالذات الملاكمة. عمرك حبيت تشوف واحد بيضرب بوكس في وشه؟ عمرك حبيت تشوف المنشفة بتترمي على الحلبة وهوب خسرت غير مؤهل تكسر؟ عمرك حبيت تشوف سنان بتطير في الهواء؟ انا عندي اللعبة المناسبة ليك. النهاردة هنستكشف. لا هو انا استكشفت خلاص، انتوا اللي هتستكشف. النهاردة معانا لعبة اسمها Fight Night Round 3. هو في راوند 4 بس للاسف ملاش نسخة متوفرة على الجهاز ولا على التليفون، وراوند 3 نفس الوضع، ولكن ليها نسخة متوفرة على جهاز اسمه بلاي ستيشن بورتابل، اختصاره BSB، وفي محاكي بيشغل الجهاز ده اسمه BBSSBB. اظن حضراتكم سمعت عنه قبل كده، ومحاكي مجاني على التليفون، يعني ممكن اي حد يحمله، ممكن حد اي حد ينزل اللعبة دي عادي من على النت ويشغلها بالمحاكي ده. المهم اللعبة دي عجبتني جدا جدا جدا، لان فيها اللعبة دي احترمت قوانين الملاكمة، مع ان فيها تقريبا 3 حركات كده غير شرعيين ممكن تعديهم من وراء الحكم في الماتش، ولكن اللي عجبني في اللعبة دي انها لعبة رياضية فيها قوانين، فيها مش كلها قتال شوارع وخلاص، لا يعني في حدود، في ملاكمة محترمة، رياضة عادية جدا يعني وملفتة جدا للانتباه، ما فيهاش قتالات الشوارع وكل الكلام ده بالكوع والركبة كتير، لا في رياضة محترمة، ده اللي عجبني في اللعبة دي. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هنتنقل للفيديو دلوقتي، ودلوقتي اقول لكم ابدأ العرض. اوكي تا 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 ده الموسيقى شغالة في اللعبة بقى، بس انا هتنقل للعبة دلوقتي. طبعا ما فيش موسيقى هتشتغل في الفيديو لان حقوق ملكية، كله ده هيتكتم. دلوقتي هندخل على اول اوبشن فايت بريب. بريب يعني بريبريشن اللي هو تجهيز للقتال. ممكن مثلا نستعمل بوست، حاجة تدي صحة اكبر، حاجة تدي لو حصلت لكمة قاضية الموسيقى تشجعني تصحيني من النوم تاني على الاقل 3 مرات زي ما مكتوب تحتها. وهنا ملناش دعوة بالجانب ده. select accept set training وباور بباور. انا اول ما عملت الشخصية خليتها معتمدة على السرعة، فكل مرة بعمل التريننج ده بمرنه على الباور اكتر. دلوقتي تقدروا تقولوا انا لعبت شوية من اللعبة دي، يعني قول 5-6 ماتشات كده في البداية، ولكن ما خلصتهاش يعني لان دلوقتي في النص. بس انا عايز اوريكو اللعبة دي عجبتني ليه. بالمناسبة اشعة الشمس ضربة في صلعته جاية في عيني، انا اسف. كنت بقول في البداية الملاكمين كانوا لابسين، عارفين اللي هي عدة التدريب بتغطي الوش وكده، كانوا لابسينها في أول الجيم. أخبيه بس دلوقتي بنقاتل، أنا دلوقتي ملاكم محترف، يعني كل ماتشات الهاوي أنا خلصتها، دلوقتي أنا بقيت ملاكم محترف وبدخل ماتشات ضد محترفين، وده الملاكم بتاعي. شوف عمالين يرقص ازاي فرحان. كسب مباريات كتير الواد. ماشي مش عارف مين الشحات اللي جنبه ده، يمكن واحد جابه من الشارع يدربه. مش هتكلم، مش هتريق على الناس، خلاص كفايه تنمر على الناس يا جماعه، انا بهزر كفايه تنمر. اوه شفت الشلبة. اوه يلا يا اسطى.
اديله في دماغه حاسب. جت فيها. لا بس ماشي. طيب جت فيها تاني. You can't expect to do much damage if you don't hit the other guy. Mr. Showtime. انا محتاج اوزن. محتاج انشن كويس عشان ما يصدهاش. Mr. Showtime never saw that devastating haymaker. His skill is making the difference for him. Going downstairs trying to take his legs away. I got you. Pass it. Mr. Showtime shoots a hook to the head. Good feint, nice connection. حاول اعمل ضربة. حاسب. ضيع. مجتش. بقولك يلا خليني انجز. قرب منه. انا ما بحبش الخصوم اللي يقعدوا يبعدوا كتير في القتال كده. دافع. حاسب. جت فيه. ما جتش. استنى. جت. Mr. Showtime can't be pleased that his right eye is beginning to swell. Way to deflect that blow. Nice punch, always a strategy to use that jab. ايوه اديله في دماغه، اديله في الصدر. حاسب. حاسب. ما جتش. استنى بقى، استنى. ما جتش. حاسب. مش حلوة دي، ما عجبتنيش. لا يا اسطى، لا يا اسطى، انت تقدر تتفادى احسن. دي سماش جاك هامر، دي ده المفروض الفينشر بتاع الملاكم بتاعي، بس انا بكرره كتير كذا مرة اصلا يعني. عدي ملاش. تمام. You continue to make your opponent look completely out of place. انا عارف انا بعمل ايه. مش محتاجه تقول لي. You only winning cuz you letting him get some damn offense. Round 2. انا بحب دايما اسمع الكوتش يعني، او المدرب بتاع الخصم عمال بينصحه. ساعات بيتنمر عليه على فكره، او بيقلل منه، بس هو في الاخر بيشجعه يكون احسن يعني، مش اهبطه ولا حاجه. المهم انا دايما بسمع الكلام ده بيضحك. خلينا نكمل. هو ما جتش برضه. استنى. انا بحاول اظبطها. لحظه. ايوه صد. استنى يجي. ما جتش. راح يا جماعه، راح. انا عايز اجيب. My God. You can hear the crowd erupt from that haymaker that uprooted him. There's a professional pop punch. That punch doesn't find its mark. عايزين نعمل كومبو. You can't teach evasive instincts like that. اعملها بقى. ايوه. He needs to protect himself before he's going to get caught with counter hooks all day. ايوه هي دي. اوف. Mr. Showtime with a superbly executed counter hook that has his opponent in trouble. He tests his chin with that shot. He's trying to hold on now as that last loaded shot rocked him. 1 2 3 10 1 2 3 صدها. ماشي يا عم انت بقى. خلونا خلاص، انت عمال تجري كتير. شفتوا التفادي. يا جدعان القتال ده طول قوي يا عم. خلينا. حاسب.
Mr. Showtime's left eye seems to be bothering him a great deal. Oof. The Cobra's big shot missed the spot. Oh, hello. Down to the last 10 seconds of the round. Dropped. There's the bell signaling the end of the round. The Cobra was the حلو حلو الجولة دي كانت حلوة 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 عجبتني كويسة كويسة منيحة منيحة اوه شفت الريبلاي تفادي وبعدين اضرب من الشمال كده في الوش اوه لا دي مش حلوة دي جت في دراعه We hit on points, but do not get careless. شوف بيقولوا لا 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 ما اقدرش اعمل كده لا ما اقدرش لا لا انا ما اقدرش You got to relax and focus for a second. ماشي يلا اللي بعده. هيا. Mr. Showtime seems to shake. لا ما جاتش مش عارف. صد 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 صد. خليجي استدرجه. فايك. هي ما بتجيش غير بعد ما الجرس يضرب بس انا احيانا بنساه. المشكلة. محتاجة كتر من بودي بونش اوه جت حاسب اقصد بقى اوه جامد اوه نوب نوب اوه شو سمعنا الجمهور بيشجعني اللقب بتاع الملاكم بتاعي اسمه كوبرا انا مخليه كوبرا الثعبان الكبرى انا اسف حاسب تجريش بقى اي هي دي اقصد بقى حاسب بقى حاسب لحظة دلوقتي اوه ماي جاد ضرب الجامد وعجبتني واو انا اسف انا اسف صفو النية صفو النية يا جدعان صفو النية صفو النية صفو النية صفو النية خلاص متحمس يا جدعان ندي في وشه خلاص كفايه عدي 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 الماتش طول الماتش طول لا ضحك عليا هي دي يا جدعان القتال ده طول يا جدعان ما بحبش القتال يطول كتير كده اوه 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 اثبت مكانك اثبت مكانك اوه مش عارف مش عارف اخلص منه ايه ده انا وقف انا بعدي مش بوقف عدي يلا اللي بعده اللي بعده استنى دلوقتي حاسب Mr. Showtime's brutalized by an earth-shattering haymaker to the head. Sets him up. Great connect. Mr. Showtime's in need of some serious help. He's gonna have to find a way to keep himself on his feet. Brings him in with a nice... Ayuwa. Rakiz, rakiz. Rakiz, hakeebo. Hakeebo. Let's go. Mr. Showtime is not going to like this replay. Just look at that brutal shot he took.
حماس يا جدعان، اللعبة دي بتحرك حاجة جوايا يا جدعان. وات؟ فاهمين قصدي؟ تخليني سخن كأني بتمرن كده في شيء. لسه عايش. بص، واحد من تلاتة. هو كان باين انه صدها، بس لا هو ما صدهاش. كان باين انه صدها بس ما صدهاش، هي جت. تحت. ايوه، اول ما يبدا يدافع فوق تستهدفه تحت. ايوه، دافع تحت يبقى تستهدفه فوق. ايوه كده. شوفوا الضربات بتيجي دلوقتي. ابركات من الشمال. مش حلو. ممكن نعمل، ايوه شوفوا هنا اهو. شوف هنا، مظبوط. ايوه، اظبطها على الجزء الاحمر. بس كده. Sit down and breathe, kid. Round number 6 is underway. واحد اثنين ثلاثة. نشوف بتيجي كل مرة، ما بياخدوش بالهم. بتيجي فيهم كل مرة. هو جابني في دي. ماشي. حاسب. حاسب. Good jab by Mr. Showtime. I'm not surprised at all that he's warning of an impending stoppage in tonight's fight. Wow, his head got in the way of that hard hook. حسيت بيها دي، حسيت بيها. Showtime's on the verge of being put down. He's gonna have to box with a strategy if he wants to win this. Fuck. Tacht. Yes, monster kill. Look how he connects with a precisely placed left hand. Amazing shot takes him down. Takes him down. انا اتأخرت صح؟ لا انا بدرت مش اتأخرت. اصحى اصحى تاني. ملحقش يا كي او. ليتس جو. يو ميس وذ مي بوي. ليتس جو. اللعبة دي بتسخنني كده يا جماعة، مش عارف ليه. ارفع. ايوة ارفع. انه مصر. ارفع يا جدع ارفع. يا سلام. سمعتوا التراك؟ صحيح، انا هكتم الصوت عشان الهواء الملكي. ماتش كمان؟ ماتش كمان. مش مهم. مش فاهم ليه التريننج يعني بيبقى بسالب. يعني المفروض انت بتعمل تريننج يعني بتتدرب، يعني المفروض هتستفيد نقاط قوة مش تنقص نقاط قوة. ده حاجة غريبة يا جدع. بس ماشي، عديها. زيرو. ماركة هيكا قوية دي، ماركة قوية. اوكي. ايه ده، خلصتوا السرعة دي؟ يا عم اصبروا عليا. لا ما جتش للأسف. ضحك عليا. ما بتنجحش عليهم كل مرة. لحظة قرب. استنى، قرب. طب بيجيبوني كل مرة. يضحك عليا. ها
حاسب حاسب سوق حاسب اعمل كومبو اعمل كومبو باب 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 The Cobras evaded that blow. Oof. Ma gatch is oi oi ahsant. Tani to oh. Mini limi. Hasib. Wow, that piercing haymaker worked his body hard. جسمك مكشوف جسمك مكشوف يا اسطى احمي جسمك ضربات جسدية البوكس البوكس جديد اهو وهو عمل كده يا نهار اسود ماشي هنا ما جاتش ماشي عايز اعملها The Cobras. Okay. لا ما جتش. If his corner can't do anything about the beating he's taken so far, كنت لسه عاملها كنت لسه عاملها successful counter he's overpowered by the big left-handed haymaker can he pull himself together اصبت فوق اضرب فوق اصبت تحت لا ما جاتش دلوقتي ماشي عدى هو عدى المره دي اوه في واحده جت في واحده جت في واحده جت Okay, we're all done with this round. Gamda, gamda, gamda. Boss. Don't miss the swelling on the right side. Round number two is about to begin. بحاول قدر الإمكان أعملها يا جماعة. حلو حلو. تفاداها بس تفاداها في الوقت المناسب عجبتني يا اسطى حلو ماشي ليتس جو اوه Warriors in a lot of pain from that piercing haymaker to the body. Wow, and that gripping haymaker to the head shook him back. هي زي ما تكون جت وما جتش في نفس الوقت ابروكات هاتو هاتو جت جت ما جتش Let's see that knockdown from another angle. How great display by the Cobra. Semite. So tight. One, two, three, four, five, six, seven. He avoids a monster uppercut. Hook lands flush for the Cobra. هو فعلا افويد He's throwing and missing. He gets rocked by a three punch combination. The Cobra missed that one. Hopefully he does a better job of locating. انت محتاج تصد اكتر يا اسطى انت ضعيف في الصد. انت مش هتضرب ولا ايه ده يا جدعان؟ The Cobras targeting his opponent's left eye, which is almost completely swollen shut. 1-2-1-2-3-4-1-2-3-4
كده. Without question, I'd say that was a better round. محرجة أو محرجة محرجة لما بتضرب بالبوكس ما يجيش مش حلو. هنا هو شوف. خلينا هنا. يلا هو Don't miss the swelling on the right side. Swelling فين كاتول. ايوه ايوه اشتم تضرب قلل منه اهينه اوه شفت وشه برضه ما جاش شفت وشه عامل ازاي انا عايز اعمل صدى لحظة كده عايز اعمل صدى بس مش عايز ايوه هي دي اوه هي دي الصدى حاسب احمي جسمك احمي تمايل legs are trapped. How much longer can he stay on his feet? The Warriors. Oh my gosh. Ayo. My gosh. مش مشكلة. Put them on the canvas again. Let's go. ارفع ايدك ارفع ارفع ايدك كده. That's He's dead. Let's take another look at the solid right hand. One, two, three, four, five, six, seven, eight. ايه ده صحيت بالسرعة دي؟ انا ما قصدتش اعملها على فكرة يخرب بيت الاحراج يا جدع حاسب اوه ابركا حاسب Sure they love it. عايز اعمل كومبو 1 2 3 4 5 6 يا 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 حاسب حاسب اللحظة دي عايزة تركيز العين العصافير خاف شوفوا اتصدموا من الماتش اللي حصل من شوية شكلهم مصدوم بس عايزة تركيز بالعين اللحظة دي عايزة تركيز بالعين كده ده انا عيني متبهدلة ايه ده فرحان شفت انت بيبتسم ده بيحب الضرب ولا ايه ده سادي ده ولا انا عايز اعمل حركة ملحقتش Let's go! KO! في انمي ملاكمة كنت شفته حلو اوي اسمه هاجمي نو ايبو او يعني الروح القتالية تقريبا ده كان اسمه عندنا في الشعب وسط الشعب المصري يعني انصحكم بيه انمي جامد هيعجبكم اتماه في الديك اوريو كوزوكو نو شيفت ويتو كاغادا او فوتا هاندو دي سايو او تاتاكي تسكيرو
メリカンボクシング界イニシエのブルーデンプシー・ルール。انمي ملاك ما تحفة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اللعبة دي جامدة على فكرة، انصحكوا تجربوها، اللعبة دي هتعجبكوا جدا. يعني انا كمعجب بالفنون القتالية والملاكمة منهم، بحب الملاكمة كترفيه اكتر من كدفاع عن النفس، فاهمين قصدي؟ يعني هي ايوه رياضة دفاعية حلوة جدا ومحترمة. مش عارف اتكلم كده بقى بيصفر ورا. الملاكمة رياضة دفاعية حلوة جدا، بس انا بحبها اكتر كعرض ترفيه مش دفاع، فاهمين قصدي؟ المهم كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك وتفعلوا جرس، وهشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.